تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. حقيقة تقوم هيئة الصحة بإنتاج هذا البرنامج لكي تفتح نافذة على المجتمع وأفراده من خلال توفير منصة إعلامية لاستقبال ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل الاستفسارات التي قد تشغل بالكم وممكن أنها تطور من القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام، والمرافق الخاصة بهيئة الصحة بشكل خاص. أيضا من خلال هذا البرنامج نطرح مختلف المواضيع الطبية المحلية والعالمية. فأطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الإخراج معنا الأستاذ أيمن سرحيل، وفي التنسيق الأخت أشواق مسعد، وأيضا تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. نتمنى أن تكون حلقة اليوم حلقة خفيفة، حلقة تستفيدون منها إن شاء الله. ومثل ما عودناكم دائما نبدأ هذا البرنامج بمجموعة من الأخبار اللي طالعتنا فيها وكالات الأنباء المحلية والعالمية. نختار من بينها أول خبر يقول: حمية البحر المتوسط تقلص مخاطر الذبحة القلبية. صرح الدكتور رالف ستيوارت من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا أن تناول كميات زائدة من الفواكه والأسماك والغذاء التي يقلص أو تقلص مخاطر تطور الجلطة القلبية لدى أشخاص يعانون من مشاكل القلب والأوعية. وقال أن كل درجة إضافية في انتماء حمية الأشخاص لما يتبعه أهالي حوض البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، في خفض مخاطر نمو النوبة القلبية أو الجلطة الدماغية أو مشاكل أخرى في منظومة القلب والأوعية. هذه الحمية يعني تخفض هذه المخاطر بمقدار 7%، وذلك بعد حذف جميع الأعراض الجانبية من قاعدة البيانات. توصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد مراقبة حالات الصحة لما يزيد عن 15,000 شخص يسكنون في مختلف أنحاء العالم ويعانون من مشكلات مختلفة متعلقة بقلوبهم، مما جعلهم مستعدين لتطور جلطات قلبية ودماغية وغيرها من أمراض فتاكة للقلب والأوعية قد يتعرضون لها. الخبر الثاني عندنا: العلماء يربطون بين فيروس سي والإصابة بالسرطان. الله يبعده عنا وعنكم إن شاء الله ويشافي كل مريض ومبتلى. كشفت دراسة جديدة أن المصابين بالتهاب الكبد الوبائي من النوع الثالث سي معرضون لخطر الإصابة بأنواع مختلفة أو من أنواع معينة من سرطانات الدماغ والرقبة. وأظهرت الدراسة الأمريكية أن الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي من النوع الثالث سي قد تعرض المرضى إلى خطر الإصابة بسرطان الدماغ والرقبة أكثر بمرتين على الأقل من الأشخاص غير المصابين بالفيروس. وتعد هذه من بين الدراسات الأولى التي تربط فيروس سي بسرطانات الدماغ والرقبة، على الرغم من ربطه بأنواع أخرى من السرطانات منذ فترات طويلة. وشملت الدراسة بيانات ما يقرب من 35,000 مريض تم اختبار إصابتهم بفيروس سي في الفترة من 2004 إلى 2014، وتضمنت المجموعة 409 مريض لديهم أورام في الدماغ والرقبة.
ووجد الباحثون أن 20% من مرضى سرطان الحلقوم مصابون أيضا بفيروس سي، كما كان 14% ممن يعانون أنواع أخرى من سرطانات الدماغ والرقبة مصابين به أيضا. كما حلل الباحثون بيانات مجموعة مكونة من 694 شخص مصابين بأورام في الرئة وأنواع أخرى من الأورام المرتبطة بالتدخين، ووجدوا أن 6.5% من تلك المجموعة مصابون بفيروس سي. النتائج أشارت إلى أن احتمالات إصابة من يعانون من فيروس سي بسرطانات الدماغ والرقبة تزيد على 2.4 أكثر فيما يتعلق بسرطان الفم، ومرتين يعني فيما يتعلق بسرطان الحلقوم، وتقريبا 5 مرات في حالة سرطان الحنجرة. الله يعافينا ويعافيكم ويعافي كل مبتلى. طيب خلونا نروح إلى خبر آخر، يعني هذا خبر من بين الأخبار المشتركة ما بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي. يقول الخبر يا جماعة الخير: بدأت بلدية دبي بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي في الإمارة تطبيق مبادرة صحتك في غذائك، بهدف تمكين المستهلكين من التعرف إلى معلومات حول الأطعمة التي يتم تداولها في الأسواق، بعيدا عن الترويج غير الحقيقي لمصطلحات خالي أو قليل الدسم أو صحي أو عرض سعرات حرارية غير حقيقية، سواء في الأطعمة الجاهزة أو المحضرة في المطاعم. طبعا هذا الموضوع كان مطروح البارحة كذلك من أحد المستمعين، كان يتحدث عن هذا الموضوع، وردنا أن هنالك الكثير حقيقة من الجهود التي تقوم بها الدوائر المعنية في هذا المجال. الأخت نورة الشامسي رئيس قسم التغذية التطبيقية والتصاريح بالإنابة في بلدية دبي صرحت حق صحيفة البيان، قالت أن هذه المبادرة تهدف إلى توعية المستهلكين حول الأطعمة ومختلف الأغذية والمشروبات المتواجدة في المؤسسات الغذائية في الإمارة، إذ توجد العديد من الادعاءات فيما يتعلق بكل من التغذية والصحة، ويجب أن تكون مثبتة علمياً قبل عرضها، وهو ما ستفعله كل من الجهتين المشاركتين في المبادرة، إذ أن الإجراءات الجديدة ستساعد المستهلكين بكل تأكيد على اتخاذ خيارات صحية وصحيحة حيال الغذاء. ونظمت لهذا الغرض إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي بالتعاون مع هيئة الصحة لقاء مع جميع المؤسسات الغذائية في الإمارة لمناقشة تنفيذ المبادرة الجديدة. من جهتها أشارت الدكتورة وفاء عايش مدير إدارة الأغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي لأن هناك العديد من المؤسسات الخدمية الغذائية مثل المطاعم شركات التموين التي تقدم ادعاءات كاذبة حول السعرات الحرارية في الغذاء وعرض بعض الأغذية عالية السعرات على أنها منخفضة أو صحية، ما يعد خداعا للمستهلك وعمليات إغراء بغرض التسويق والبيع. وأوضحت أن العديد من المؤسسات الغذائية تروج عبارات مثل هذا الطعام جيد لأمراض القلب، أو الطعام سيمنع مرض السكري، أو منخفض الصوديوم أو الدهون، وهذه الادعاءات ليست صحيحة بالضرورة، مشددة على ضرورة هذا النظام للتحقق من ادعاء السعرات الحرارية في الطعام، وسيتمكن الجمهور من التأكد من مدى صحة أطباقهم المقدمة لهم في المطاعم وعدد السعرات الحرارية فيها بعد تطبيق هذه المبادرة وحصول المؤسسات الغذائية على التصاريح اللازمة لذلك. يعني أتمنى أن المبادرة هذه إن شاء الله من يتم تطبيقها الكل يستفيد منها، لأن مبادرة قيمة فيها الكثير من الأمور اللي بتساهم في الحفاظ على صحتنا بشكل أو بآخر. طيب بما أن نحن نتكلم على الغذاء وأهميته، خلونا نعطيكم يعني معلومة عن شغلة جميلة يسمونها البرقوق. يقولون البرقوق المجفف يقي من السرطان. توصل علماء من تكساس وكاليفورنيا في الولايات المتحدة إلى أن تناول البرقوق المجفف يمكن أن يساعد على الوقاية من الأورام السرطانية. وأوضح العلماء أن المفعول المضاد للسرطان في البرقوق المجفف ناتج من تأثير أو التأثير الإيجابي لمركبات البرقوق في النبيت المجهري يسمونه الميكروفلورا للأمعاء.
مما يمنع تطور الأورام السرطانية في القولون والمستقيم، وهذا ما بينته نتائج التجارب على القوارض المخبرية. ويحتوي البرقوق المجفف على مركبات الفينول المضادة للأكسدة، تلك التي بفضلها ينخفض عدد الالتهابات في الأمعاء ويتم الحفاظ على أعداد البكتيريا المفيدة في الأمعاء. طبعا من هذا الخبر ما نطلع على فاصل، وبعد الفاصل ما نرجع لكم. عندنا اليوم العالم يحتفل بشيء معين نخبركم عنه عقب الفاصل، فابقوا معنا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي نتمنى أن يعني يكون حلقة وصل ما بيننا وما بينكم، ما بين هيئة الصحة بدبي وما بين المستمعين اللي يسمعونا واللي حابين يشاركونا كذلك في هذا البرنامج من خلال مداخلاتهم، من خلال رسائلهم النصية على الأرقام التالية 600551414، وأيضا على الرسائل النصية على الرقم 4006. مستمعينا، العالم حقيقة يحتفي بالتوعية بمرض الربو وطرق الوقاية منه. هذا الموضوع يعني نحن نطرحه اليوم بشكل كبير، لأن هنالك الكثير من الفعاليات التي تقوم بها الهيئة للحديث عن أسباب وأعراض وطرق الوقاية من مرض الربو، الذي يعني حقيقة يعاني منه نحو 235 مليون شخص على مستوى العالم، تخيلوا. طبعا الهيئة تنظم بمناسبة اليوم العالمي للربو مجموعة من الفعاليات. نحن من خلال هذا البرنامج آثرنا أن نعطي حلقة اليوم نصيب الأسد للاحتفاء بهذه المناسبة، لأن مثل ما قلنا أن الربو يعني أسبابه يمكن قد تكون ليست مفهومة تماما، غير أن من عوامل الإصابة به استنشاق إحدى المهيجات اللي ممكن واحد يستنشقها عن طريق الدخان، التبغ أو المهيجات الكيميائية. وأيضا ممكن نتحدث أكثر عن تفاصيل التفاصيل العلمية في هذا المجال. حقيقة أنا ما أبغي أخذ دور الطبيب في إعطاء يعني تفاسير علمية لهذا المرض، لكن خلونا نتعرف على ما هو الربو، ما هي أسبابه وعوامل الخطر، الأعراض التي قد تنتج عن هذا المرض، من خلال ضيفنا عبر الهاتف الدكتور جمال عبد الرزاق، اختصاصي أول الأمراض الصدرية بمستشفى راشد. حياك الله معانا دكتور. الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. يا هلا دكتور. أهلا يعني بيك. بداية إذا ما بنعرف الربو، يا ترى ما هو الربو بشكل مبسط يعني؟ تمام. هو الربو يعني أحد الأمراض الشائعة، ويمكن ازداد في السنين الأخيرة، ويعتبر من الأمراض المزمنة، التهاب شعبي أو التهاب مزمن في القصبات الهوائية الصغيرة، يؤدي إلى ضيق في التنفس وصوت صدور أزيز وكحة جافة أحيانا، بتيجي على شكل نوبات متكررة، يا إما تختفي لوحدها بدون علاج أو بواسطة العلاج. يعني الضيق ده يجي ويروح، ده لأسباب عديدة كما ذكرت بعضها حضرتك، لكن أسبابه بتبقى استعداد أحيانا جيني، استعداد في الشخص نفسه إنه هو يبقى متحسس لبعض المؤثرات الخارجية اللي ممكن تكون في البيئة، ممكن تكون في البيت، ممكن تكون في مكان العمل.
فهو التهاب شعبي مزمن. أعراضه زي ما ذكرنا ضيق تنفس فجائي، صوت صفير في الصدر، كحة جافة تستمر لفترة تطول أو تقصر أحيانا، لكن لما يأخذ العلاج بيفك هذا الصوت ويتحسن ويرجع كلامه طبيعي خالص، وده اللي بيميزه عن الالتهاب الشعبي المزمن اللي هو نتيجة التدخين بكثرة. ده تعريفه يعني باختصار، ودي الأعراض اللي هي ممكن تنشأ عنه، ممكن تيجي في الصغير بعد سن سنة، وممكن تيجي في الكبير بعد سن بعد الأربعينات خمسينات. فيعني ممكن يبتدي يبقى في تشايلد في الصغر أو في أدلت في الكبار، ممكن تظهر بعد نتيجة التهاب محاد أحيانا، وعقوبه هذا التحسس في الشعب الهوائي. طيب دكتور، يعني في أحيانا ناس يقولون هم يتعرضون لبعض الأعراض خاصة في الليل تيهم بشكل كبير، يعني الكحة هذه. تمام، ده فعلا سؤال جيد. إن كثير من المرضى بتوع الرب الشعبي دايما الشكة بتاعتهم بالتنفس في الليل أكتر من النهار. طبعا حضرتك لأن في الليل يقل نسبة الكورتيزون في الدم عموما، فبالتالي يساعد على الضيق في الشعب والهوائية، وخصوصا لو الشخص ده ما بيتناولش العلاج، ما بياخدش علاجه بشكل منتظم وبشكل جيد. بالإضافة لأنه لازم نتأكد تماما إن هذا الضيق، لازم نتأكد إن القلب سليم، لأن برضه ضيقة النفس بالليل لازم نتأكد إن مفيش كارديك أزمة، القلب سليم والشخص ده لا يعاني من أزمة قلبية. يبقى إذا في الحالة دي لازم نتعرض الاثنين، مش مجرد إنه رابوا بس الليل وصحيان بالليل على ضيقة نفس، لازم حاجتين اثنين، يا إما أزمة قلبية يا إما أزمة ربوية. جميل. وفي الحالة دي تشخيص سهل بين الاثنين بالفحص الكلينيكي ومعرفة الأعراض وعمل بعض الفحوصات المطلوبة. طيب دكتور، أنا قبل ما أتكلم عن أسباب وعوامل الخطر في هذا الموضوع، أنت ذكرت أن الربو قد يصيب الأطفال بعد سنة تقريبا من الولادة. يعني أنا هني يتوارد في ذهني سؤال، في ربو عند الأطفال يكون مختلف عن الربو اللي عند البالغين، ولا هو نفسه؟ يعني هو الربو في الأطفال ممكن يظهر، بس ما نقدرش نشخصه أو لنا عنه إلا بعد مرور سنة، لأن ساعات في حاجة اسمها برونكيولايتس، يعني التهابات في الشعيبات الهوائية الصغيرة، وبيبقى معها نفس الصفير ده، وبتتعالج أحيانا بالمضادات الحيوية وغيره. فإحنا ما نقدرش نحكم قبل سن مرور، لو تكررت هذه النوبات على مدى سنة والطفل عدى السنة وبدأت هذه النوبات تبقى مصاحبة لي ومستمرة ومتكررة، فده بيشخص على أنه بقى عنده ربو طفولي، بسموه child hood asthma يعني في الأطفال، وبيظهر لي مع الطفل يتكرر مع كل فترة، كل شهر، كل شهرين، ثلاث أربع مرات في السنة مع تغيرات الجو وغيره، لغاية ما يوصل سن البلوغ. وفي هذه الحالة غالبا أكثر من 50% من الأطفال تلقائيا بيتم شفائهم وما بيبقاش محتاجين علاج، لكن في الفترة الأولانية في بداية حياتهم يجب أنهم ياخدوا العلاج، تقريبا علاج مشابه اللي بياخدوا الكبار، لكن مع اختلاف الجرعة، وده بيحدد طبيب الأطفال المعالج ليهم. جميل. دكتور، أسباب وعوامل خطر الربو؟ أسباب وعوامل أسباب ال إحنا زي ما ذكرنا دلوقتي إن الربو في استعداد في الشخص جيني، أحيانا فاميلي هيستوري عائلي، العيلة بيبقى فيها أكثر من واحد، الأب أو الأم أو أخ أو أخت موجودين في نفس العيلة، بأنه مستعداد إن الشعب الهوائية بتاعتهم متحسسة بعض الشيء من مؤثرات خارجية مختلفة، لأن هي أساسا الشعب الهوائية دايما مجرد إن يجي أي تريجر أي مؤثر خارجي بتطرده،
بتطردوا بدا. لكن لما كل هذا الطرد ده موجود ربنا خلقها زي كده، لما يكون مبالغ فيه هذا التحسس ان اي مؤسسة خارجي تتفاعل يكون رد فعلها اقوى وتقوم تنكمش او تنقبض وتؤدي الى ضيق النفس وتتحول الى حاله مرضيه في الحاله. في الحاله دي ايه بقى احنا الاستعداد الجيني؟ الحاجات المؤثرات الخارجيه الموجوده في البيئه ايه زي ما قلنا؟ ممكن تكون في البيت زي الغبار، الدخان، العطور، البخور، دي حاجات بتحيد الاغشاء المخاطيه، الفلتر بتاع المكيفات، فلتر التدخين السلبي بعد كذلك دكتور، فلتر المكنسة، الحاجات دي الواحد يتجنب التعرض ليها، تربية الحيوانات كمان القطط والكلاب والطيور والحاجات دي في داخل البيت برضو، ومخالطة الأشياء دي ممكن تهيئ بعض المهن زي جماعة اللي هم اشتغلوا في الصباغة، البينترز، النجارين، اللي بتعاملوا مع الكيماويات في مصانع الكيماويات في مكان العمل احيانا اللي هم بيبقوا في مكان زي ما ذكرت اللي بيتعرضوا للميكانيك، ميكانيكي في جراج بيتعرضوا لكميه دخان عاليه لعادم كتير، واحد بيشتغل في السيمنت بيعمل او صباغ وهكذا. يعني اذا المؤثرات الخارجيه دي سواء في مكان العمل او في البيت او في البيئة عموما، والتلوث والتدخين طبعا لازم نذكر انه يؤدي ويساعد ويزيد من النوبات، فدي العوامل الخارجية اللي تؤدي مع وجود الاستعداد الجيني، الاستعداد العائلي في هذا الفرد للتعرض لهذه الأعراض وحدوث النوبات. طيب دكتور، في أنواع للربو؟ في أنواع مختلفة على حسب موجودها، مثلا لو قلنا نوع بتحصل الأطفال شايلد هود والأدلت هود، في حاجة اسمها إكسرسايز إنديوز يعني بتحصل نتيجة الحدوث مثلا النشاط الرياضي، أول ما تبتدي نشاطك الرياضي تلاقي نفسك صدرك الشخص يلاقي نفسه صدره قفل عليه وبدأ يكح وبدأ يقف مش عارف يجري مش عارف يسبح، ده اسمها إكسرسايز إنديوز. في حاجات اوكيوبيشنال نتيجة المهنة اللي هو موجود فيها زي ما ذكرت بإذن اوكيوبيشنال أزمة، أحيانا بعض الناس بنجدها في الحمل، تزيد معهم في الحمل، يعني في ستات نجد إن الحمل نفسه بيبقى عامل مزيد يزود النوبات، يبقى الواحد عنده أزمة بس تزيد مع الحمل يعني مع البريجنسي مع كده. يبقى دي الأنواع على حسب زي ما قلت سبب حدوث اكسرسايز، نتيجة الاكسرسايز، نتيجة العمل مكان العمل كده، دي هي دي الأنواع. وبعدين بقى تختلف إنها أنواع من حسب الشدة، خفيفة، متوسطة، شديدة، غاية في الشدة، فإذا مراحل، وكل واحدة من دول ليها علاج. فالأنواع على حسب المكان أو على حسب الشدة بتتأثر الأزمة أو الربط. طيب دكتور، عندي بس سؤال يتكلم يقول أنا امرأة حامل، زين، هل الأدوية اللي أخذها للربو قد تؤثر على الجنين؟ تمام، سؤال جيد. بعض الأدوية بتؤثر على الحمل ويستحسن انها ما تاخدش في الشهور الاولى من الحمل، زي حبوب السنجولير او المونتلوكاست يستحسن انها يتم تجنبها في الثلاث شهور الاولانيه، يستحسن لو الازمه مش شديده ما ناخدش ادويه الربو كلها او معظمها لو الازمه مش شديده، لكن لو شديده فتاثير الازمه نفسها وتاثير الربو ويكون اكثر خطوره على الجنين وعلى الام من الادويه. ففي هذه الحاله بنعمل عمليه توازن، ندي الدواء او ندي الادويه اللي تساعد على السيطره على الربو علشان لا نؤذي الجنين، منها بخاخات البنتولين او بخاخات الكورتيزون في بداية الحمل أو في الشهور الأولى ما فيها مشكلة، وحقن الكورتيزون، وفي الأدوية الطبيب المعالج يقدر يحدد إيه اللي ممكن يتاخد في هذه الحالة بالذات
حماية للأم وحماية للجنين. أما بعد زي ما قلت بعض الأدوية اللي ممكن الإضافية زي الحبوب اللي بتتاخد مساعدة مضادة للتهابات فيمكن ان احنا نتجنبها الافضل لنا وجد ان لها تاثيرات سلبيه على الجنين. جميل دكتور، يعني اليوم انتم تقومون في حمله ينظمها قسم الامراض الصدريه بالتعاون مع شركه ماندي فارما للتوعيه بالربو وتعريف افراد المجتمع باسبابه وطرق الوقايه منه وكيفيه التعايش معه. هذه الحمله الان مستمره في مستشفى راشد، ندعو الجمهور كذلك للحضور ومناخذ تفاصيله بعد الفاصل ان شاء الله مع الدكتور بسام محبوب. لكن قبل أطلع فاصل أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لك دكتور جمال عبد الرزاق اختصاصي أول الأمراض الصدرية في مستشفى راشد على تواجدك معنا في هذا البث. شكرا بارك جزيلا. الله فيكم. واليوم العالمي بمناسبة الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الربو، فهذا يوم احتفال عالمي احنا بنعمل فعاليات بهذه المناسبة. جميل. هذا في مسج يقول دكتور شكرا لهيئة الصحة بدبي على احتفالات يوم الربو العالمي، لكن أرجو حذف كلمة احتفال، الربو لم يأتينا من سكان الكواكب الأخرى ونحن أهم أسباب زيادة الربو في كل بقعة من بقاع العالم بسبب انتشار نظريات زيادة الأرباح على حساب الأخلاقيات، لذلك احذفوا كلمة احتفال خلاص ما خليها احتفاء بدال اللام نخليها همزة. شكرا جزيلا لك دكتور. نستودعكم الله. ألف سلامة. مع السلامة. مستمعينا أيمن، بس خلني أقرأ رسالتين يونا بس تعليقات على الأخبار اللي قلناها في بداية البرنامج. أخي محمود صباح الخير، تحية لفريق البرنامج، مبادرة جميلة. يتكلم عن المبادرة اللي تم إطلاقها ما بين بلدية دبي وهيئة الصحة في دبي. يقول مبادرة جميلة ستكون لصالح صحة المستهلك خاصة في زمننا الذي أصبحت فيه أخلاقيات بعض الشركات تفضل زيادة أرباحها على صحة المستهلك. المستمع أبو عبد الله. أيضا في رسالة أخرى تقول في مخبز في إمارة الشارجة، وهو سمى المخبز أنا ما أبغي أسميه، يقول يبيع خبز خالي من الجلوتين وخالي من القمح، لكن للأسف ما عنده تصريح من أي جهة صحية حكومية متخصصة، مع العلم أن تداعيات المرض خطيرة ولكن أسعاره جدا 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 عالية. وعلى سبيل المثال الخبز الصغير العادية قيمتها 5 دراهم. طيب هذه الرسالة منحول إن شاء الله للإخوان في البث المباشر، ممكن أن هم يتواصلون مع المعنيين في إمارة الشارقة بهذا الخصوص. ما نطلع نسمع الفاصل التوعوي وبعدها ما نرجع ما نستكمل. الفاصل جاهز أيمن ولا خذ وقتك يعني ما عندنا مشكلة. زين فما نطلع نسمع هذا الفاصل وما نطلع فاصل تجاري وبعدها ما نرجع لكم. في كتير أمور بالحياة بتوجع الراس، بس ما في شي بوجع الراس مثل الصداع النصفي أو الشقيقة. هالصداع القوي بيصير على شكل نوبات وبيسبب الألم بجانب واحد من الراس وبفترات متقطعة، وممكن يستمر الألم من 4 ساعات ل3 أيام. الله يساعدك يا سعيد. سعيد تيجي نوبات الألم على شكل ومضات وبتتركز بجانب واحد من الراس وبيحس بالغثيان وما بيعود يتحمل الضوء ولا الصوت، مشان هيك بيجلس بمكان هادي ومظلم ليخفف الألم وبدون ما يعمل أي مجهود بدني. أكثر من 10% من الأشخاص البالغين بيعانوا من الصداع النصفي، خاصة ما بين عمر 35 و45 سنة، بس كمان ممكن يصيب الأطفال والنساء بشكل 75% من المرضى. أوف. وأسباب الصداع النصفي غير معروفة، وهي مزيج من العوامل البيئية والحياتية والعوامل الوراثية. العلاج بيكون عبر الأدوية من مسكنات الألم العادية أو الأدوية الخاصة بالصداع النصفي، بس ضروري أنك تغير سلوك حياتك وتبعد عن الوجبات الغذائية غير المنتظمة، ويكون نومك منتظم، وتتجنب الشوكولا والكافيين، وابتعدوا عن الأمور بتوجع الراس، وعساكم دوم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. مستمعينا، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الربو، وذكرنا أن هنالك حملة ينظمها قسم الأمراض الصدرية بالتعاون مع شركة ماندي فارما للتوعية بالربو وتعريف أفراد المجتمع بأسبابه وطرق الوقاية منه وكيفية التعايش مع هذا المرض. نحن نأخذ تفاصيل هذه الحملة اللي تشارك بها صحة دبي العالم احتفاءه بهذا اليوم العالمي، اليوم العالمي للربو. معنا عبر الهاتف الدكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى راشد. حياك الله معنا دكتور، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أستاذ محمود، حياك الله. الله يسعدك دكتور، إذا تسمعني فقط من الهاتف بيكون أفضل، أو المكان اللي أنت فيه في صدى يعني. أعتقد أن نحن عندنا بسبب مكان فعالية الصوت بخاف يكون فيه إزعاج، لكن خليني أطلع إلى مكان. هل الصوت الحين أوضح؟ أوضح بكثير، ممتاز دكتور. دكتور خلنا الصوت الآن كيف أوضح؟ ممتاز جدا دكتور، أنت صوتك جميل دائما يعني. الله يحفظك دكتور. خلينا نتكلم عن الحملة اللي مسوينها اليوم، شو هي الحملة بالضبط؟ والله احنا مثل ما تفضلت انت، اليوم هو اليوم العالمي للربو، والرسالة العالمية اللي كل دول العالم تكلم فيها لأن مريض الربو يقدر يسيطر على مرض الربو، فهذه كانت الرسالة الأساسية اللي احنا نسويها. الفعالية تقريبا استاذ محمود بتستمر حدود شهر، بادي اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي داخل مستشفى راشد. عملنا فيه ستاند، والستاند نوفر فيه معلومات تعرفية عن مرض الربو، نوفر فيه فحوصات مجانية لقياس كفاءة الرئة، لمعرفة مدى الحساسية اللي موجودة عند الشخص، وأيضا وفرنا تقنية جديدة اللي هي شيء يسمونه الأوكمنتد رياليتي، اللي هي عبارة عن نظارة تشبكها مع أي تليفون، إذا كان آيفون أو إذا كان أندرويد تلبس النظارة. لما تلبس النظارة أستاذ محمود تبتدي تشوف الرئة من الداخل، وتحرك راسك فيها وتمشي كأنك قاعد تشوف في داخل الرئة. فيها فيلم تعريفي سريع يحكي عن كيف الرئة تتركب، كيف القصبات الهوائية فيها، وبعدين كيف يصير لها أثناء لما يكون فيه الربو، إيش الأشياء اللي ممكن تزيدها، كيف الأعراض اللي هي تي مثلا إذا كانت كحة أو ضيق أو صوت صفيرة وغير كذا، وإيش المحسسات اللي هي ممكن تزيد عليها. هذا نوع جديد من أنواع التوعية. نحن السنة هذه we are targeting يعني نحن هذه السنة مستهدفين فقط فئة المرضى لزيادة التوعية. المرضى الآن نحن عندنا نوعين من المرضى هني، عندنا مرضى قادرين على أنهم يأخذون العلاج بسبب التأمين الصحي، بسبب كونهم مواطنين وكذا، وهذيلا هذه الرسالة اللي أنا أوجه لهم أو اللي نحن نوجه لهم، التزم بأخذ الدواء، خذها بطريقة سليمة، شارك معنا إن نعطيك خطة علاجية حقك أنت مو حق شخص آخر. الآن نحن نتكلم عن شيء اسمه personal medicine، يعني الدواء الشخصي، الدواء اللي بعطيه للأستاذ محمود غير اللي بعطيه للأخ عبد الله غير اللي بعطيه للأخت منى وهكذا. فشارك معنا إن نحن نسوي لك خطة علاجية تناسبك أنت، أنت تشتغل في مكان معين، أنت عندك أشياء معينة في الربو لمدة عندك غير عن الشخص الثاني. هاي كانت للفئة اللي هي قادرة على أن توصل لي للرعاية الصحية وقادرة على أن تأخذ الدواء. هذه تقريبا تشكل 40% فقط من العدد اللي عندهم الربو هنا، أو يمكن أقل. النسبة الكبرى أستاذ محمود عندنا داخل البلد اللي هي الفئة الطبقة العاملة، أو الفئة اللي هي ما عندها تأمين الصحة أو ما وصلها تأمين الصحة، مع أن الآن مفترض أن بنهاية العام هذا أو نهاية آخر العام يكون كل واحد في داخل إمارة دبي مؤمن، ونتمنى أن كل حد في داخل دولة الإمارات مؤمن. لكن مع المؤسف أن لغاية الآن اتينا حالات كان عندهم ربو بسيط لكن يتعرضون إلى نوبات شديدة قد تؤدي إلى حالات من الوفاة، مع أنها قليلة لكن هذا مش لازم يحصل في 2016، مش لازم يحصل في دولة مثل دولة الإمارات. صحيح. فهذه الرسالة لهم أن أنت لازم تعرف أن عندك مرض ربو، ولازم تعرف شو الأدوية اللي أنت تأخذها وشو الأشياء اللي أنت تأخذها. فهي نحن مستهدفين فئتين، فئة عندها قدرة وعندها accessibility، عندها
تواصل مع الجهات الصحية عند تأمين أنك تأخذ أدوية، نطلب منها التزام بالدواء وعرف كيف مرضه يختلف عن الثاني. والفئة الثانية اللي هي ما عندها الأدوية، ما تعرف شو معناه في الربو، وهذه حقيقة نحن مركزين عليها أكثر. الشيء الثالث، السنة هذه نحن حطينا نوع من التنوع. يعني الآن يمكن الناس تكون ملت ما بين شخص يعطيك كتاب قاعد يعطيك محاضرة، استخدمنا الأوجمنتد رياليتي، استخدمنا التقنية الحديثة اللي تعطي أفكار أكثر، اللي ممكن الشخص يروح يشوف شو اللي قاعد يصير عنده، هذه من خلال النظارة اللي تشبه نظارة جوجل إلى حد ما. هذا اللي نحن مسوينه اليوم في داخل الأستاذ راشد. في تاريخ 20 من الشهر هذا إن شاء الله بيكون في عندنا فعالية في أحد المراكز التسويقية الكبيرة، بنحط فيها نفس الشيء إضافة إلى استخدام شيء يسمونه الأفاتار أو القرين. هذه تعتبر نوع جديد من نوع الارتفيشل انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي. بنطلع شخص معين بلد معين يتكلم اللغة العربية ويخاطب المريض بشكل لايف، بشكل مباشر تفاعلي، يسأله المريض عن أعراض الربو اللي عنده. والأفاتار هذا عبارة عن سمارت، شيء نوع ذكي من أنواع الكمبيوتر، نحن مبرمجينه بحيث أنه يشتغل كطبيب. فبالتالي ممكن المريض يسأله عن طريق شاشة الكمبيوتر أي أسئلة بيسأله لأي طبيب، ومن خلال ذكاء الكمبيوتر هذا يبتدي يرد عليه بإيش الأجوبة اللي هي لازم نسويها. هذا حقيقة نوع حديث من أنواع التواصل مع المرضى، وإن شاء الله بإذن الله مع هيئة الصحة ومع الاستراتيجية الجديدة بيكون في أشياء كثير جدا بإذن الله إن شاء الله بنتكلم عنها في هذا المحور. ولكن هذا الجزء بسيط من اللي احنا قاعدين نفكر فيه، كيف تستخدم التقنية الحديثة. اليوم مش شرط المريض يجي عندك ياخذ المشوار عندك، لا، انت ممكن تتواصل معه من بعد، وممكن تتواصل معه عن طريق الذكاء الاصطناعي الكمبيوتر اللي ممكن تخليه ذكي مثل اي طبيب استشاري. يعني ممكن تستغني عني انا وتجيب هذا الشخص والمريض يتحاور معه بشكل تفاعلي رائع جدا. فان شاء الله بنسوي فيها ايضا عرض هذه في مول في تاريخ 20/5، وهذه لأول مرة بتكون تعرض على مستوى الشرق الأوسط. جميل جميل. إذن الفعاليات مستمرة دكتور من اليوم حتى تاريخ 20 إن شاء الله من هالشهر، حتى تاريخ 20 من هذا الشهر. اليوم طبعا متواجدين في مستشفى راشد، هناك العديد من الفعاليات. لين متى متواجدين اليوم بس دكتور؟ اليوم نحن تقريبا كنا متواجدين من الساعة 9، بنظل لغاية الساعة 1:30 بإذن الله. وباكر في فعاليات مستمرة رئيسي، باكر بيكون الأستاذ موجود، ويوم الخميس مثل ما أنت عارف بيكون إجازة، وبعدين إن شاء الله بنكون متواجدين في القسم عندنا نوفر فعاليات التعريفية لمرضانا إلى تاريخ 20. في تاريخ 20 إن شاء الله بنكون متواجدين في أحد مولات التسوق إن شاء الله. جميل. الكبيرة. دكتور في سؤال يقول يعني كيف أستطيع منع حدوث أعراض الربو بعد ممارسة الرياضة؟ أيوة، يعني أنا أفترض أن الشخص اللي سأل السؤال هذا بس ما عنده ربو، وهذا بيت القصيد ان انت تعرف اذا انت تسوي رياضه وتتعب شويه عن طريق كحه وصفير معناته انت عندك ربو. الان توقيها بشيئين: واحد، لو سمحت لا توقف الرياضه، لو سمحت كمل وتريض. لان انا ممكن اعطيك استاذ محمود اسماء لعيبه كره مشهورين جدا صح وعندهم الربو. هذا اول شيء. الرساله الثانيه، خذ ادويتك بانتظام. الرساله الثالثه والنصيحه الاخيره، تاخذ البخاخ اللي هو يستخدمون عند الأمور الضرورية لمدة تأخذ في خلال نص ساعة إلى 20 دقيقة من قبل بدء التمرين، وتبتدي تشتغل دائما البخاخات السريعة هذه، تشتغل في خلال 10 دقائق إلى خلال 20 دقيقة في أقصاها. وبالتالي قبل ما تمارس الرياضة ب 20 دقيقة إلى نص ساعة تأخذ البخاخ وتمارس، رجاء لا توقف الرياضة. لأن كل الدراسات تقول الناس اللي تتريض رأتهم أفضل من الناس اللي ما تتريض، والناس اللي تسوي رياضة بشكل دائم الربو عندهم أفضل من المسك. على عكس الفكرة السائدة عن يوني أنا أب وأم نبغى ورقة منك أنت حق الولد ما يلعب حصة الرياضة، هذا خطأ. هذا خطأ شائع صح، أتذكر أنت تخلي الشخص يمتن وتعقد المشكلة عندك أكثر. لا، رجاء مارس الرياضة، خذ الأدوية، خذ قبل 20 دقيقة أو نص ساعة من بداية الرياضة، خذ البخاخ السريع تشتغل.
دكتور خلينا نستغل الفرصة ونتكلم هني معاك. أنت تتحدث عن الأدوية وأهمية أن الواحد يأخذ هذه الأدوية، لكن أحيانا هنالك بعض الآثار الجانبية للأدوية. في آثار جانبية للأدوية الموسعة للقصبات الهوائية؟ دي. أول فكرة خاطئة محمود أن الناس تعتقد أن أنا إذا أخذت البخار هذا بدمن عليه، هذا خطأ. أوكي. هذه أدوية ما فيها مادة كيميائية تدعو إلى الإدمان. إذا أدمنت عليه معناته شيئين، معناته أنت مو بجالس تنتبه للربو اللي موجود عندك وتبتدي تبتعد عن الأشياء اللي هي زايدة عليك، أو أنك أنت تأخذ الدواء بشكل زيادة من دون استشارة الطبيب. لكن الدواء كمادة كيميائية فيه ما في مادة تدعو إلى الإدمان أبدا، هذا نقطة. النقطة الثانية، الأعراض الجانبية هي أعراضين بسيطين. معظم الأدوية هذه فيها كورتيزون، لكن يجمع الكورتيزون اللي احنا نعطيه غير عن الكورتيزون اللي الشخص ياخذه عن طريق الوريد او ياخذه عن طريق الحبوب. هذا بخاخ يروح على القصب الهوائي فقط، اعراضه ممكن يكون طفح حوالين المكان، عشان كذا نقول له بعد ما تاخذ البخاخ تنظمه. الشيء الثاني، عند الاطفال نسبه قليله من الاطفال اذا خذوا البخاخ فتره طويله النمو والطول بينقص لفتره بسيطه جدا ويرجع مثل أي طفل في سنة ما يستخدم البخاخ، وبالتالي ما فيها الأعراض الجانبية الكبيرة. إضافة إلى أن الإنسان لازم الآن يتخذ قرار في نوع من الذكاء. أنت توازن، أنا ما أخذ دواء علشان الربو مالي يصير معقد أكثر ويصير في عندي فشل رئوي، ولا أخذ الدواء وأعالج عمري وعيش بطريقة طبيعية، واحد في الألف قد يصير لي عرض جانبي ممكن التخلص منه. القرار لك. صحيح صحيح. طيب دكتور، يعني آخر سؤال أنا عندي، شو ممكن أسوي عشان أقي نفسي من الربو؟ أول شيء أستاذ محمود، تعرف أني أنا عندي ربو، لأن في ناس تقول لك أنا لا عندي كحة، لا يمكن كان حدمة، لا يمكن أنا ما أكل شيء. أول شيء أتأكد من أوكي أنا عندي هذا الشيء، لأن العلم بالشيء هو نصف الحل. طيب دكتور، بس تعليق بسيط، ان اللي يبغي يتاكد ممكن يتوجه لمستشفى راشد الحين، ممكن تسووا له هذه الفحوصات في هذا اليوم. بالضبط. فندعو الساده المستمعين ان يتوجهون الى مستشفى راشد ويشاركوا في هذه الحمله، على الاقل هذا فحص مجاني موجود، الواحد ممكن يتاكد من صحته. تفضل دكتور. طيب الشيء الثاني، الابتعاد عن كل اشياء. اول واحد الدخان، التيني كثير حريم عندهم ربو معقد. ليش؟ رجلها يدخن في طول الوقت، وبالتالي هي ما تدخن لكن دائما تكح. ثلاثة، الغبار سيء. أربعة، أنك تأخذ الأدوية بانتظام، مو بأخذها لغاية لما استويت يوم ثم 2-3-4-5 بعدين أطول وقت، لأن هذا مش مضاد حيوي. فنحمود الناس تقدم إذا أخذ حق يوم 3-4 بالضبط يشتغل الدواء على اليوم الخامس السابع يكون حالته أفضل، بوقف الدواء. هذا مش مضاد حيوي. أنت تقدر توقف، مثلاً تقدر توقف نمط حياة دكتور الضغط شيء؟ لا، موضوع نمط حياة يتحول دكتور، يتحول إلى نوع من نمط الحياة، وبعدين تمارس حياتك بطريقة طبيعية. جميل. سوي أي شيء تبغى. جميل دكتور، في 30 ثانية كلمة أخيرة تبغي توجهها بهذه المناسبة. أنا أبغى أقول إن إحنا هني متواجدين في الصحة، متواجدة لراحة وإسعاد المرضى، ونحن مستعدين ندخل معاهم في شراكات حقيقية لتحسين مستوى حياتهم بحياة أفضل عن طريق التوعية والعلاج. دكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد، نحن شاكرين لك هذه المداخلة، وجزاك الله خير أنك طلعت معنا على الهواء مع أنك توك واصل من السفر يعني، فكل الشكر لك وبالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك أستاذ محمود. شكرا. الله يسلمك. إذن مستمعينا، صحة دبي تشارك العالم احتفالاته باليوم العالمي للربو، وقسم الأمراض الصدرية في مستشفى راشد بالتعاون مع شركة ماندي فارما للتوعية بالربو ينظمان العديد من الفعاليات في مستشفى راشد لتعريف أفراد المجتمع بأسباب هذا الربو وطرق الوقاية منه وكيفية التعايش معه. وهذه الحملة أيضا ستتضمن إجراء العديد من الفحوص المجانية المتعلقة بقياس وظائف الرئة ومستوى التنفس، وأيضا هنالك توزيع العديد من النشرات اللي ممكن الواحد يستفيد منها. وأيمن سرحيل يأشر لي أن الوقت خلاص خلص، فإذاك الله خير يا أيمن.
على إخراجك لهذه الحلقة، وكل الشكر لكل من ساهم في إخراج هذه الحلقة بهذا الشكل. وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وإلى الملتقى غدا إن شاء الله. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.